حلقة جديدة من ميعاد سلام ومواضيع جديدة. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبتين كده لكل من ضم بينا كده بالسلام وبالحب. نبدأ حلقتنا لي اليوم وبأبرز العناوين لمواضيعنا اليوم محمد. أبرز العناوين: ارتباط أغاني المسلسلات القديمة بذاكرة المكان والزمان. هذا موضوع حلو كده حنشوفوه اليوم. وأيضا واصل فكرة مشروع يقدم خدمة توصيل بطريقة مبتكرة. طبعا هذه فكرة جديدة تحديدا في مدينة المسلاطة حنتكلم عليها. التغيير السلمي في جلسة حوارية بمدينة السلام بطبرق. ومن العناوين والسلام وطبرق نمشي لإكرام وفؤاد. مرحبتين. كيف حالكم؟ مرحبتين. الحمد لله. أكيد مساء الخير على كل من يتابع فينا، أكيد سارة ومحمد وفؤاد بعد غياب. لا مش هلبة، ما عطلتش يعني. فؤاد يجي مع السواني. تستفقد فيكم إكرام ديما مسكينة، تستفقد تشوف من جاي من مجاش. فؤاد حده ما شاء الله، يعني يوم يكون فؤاد موجود يعني تكون في حاجة دسمة. طق على الخشب يا فؤاد. سبحان الله. شنو عندنا اليوم يا كرام؟ بالنسبة لي فقرتنا اليوم حنحضروا، حنمشوا المطبخ طلياني شوية لأن فترة غايبين عليه، حنحضروا ريزوتو. وفي نفس الوقت طبعا بما أن عندنا أكلة دسمة عندنا، حنتكلموا عليه أنواع الرز وحنشوفوا الفروقات وأي نوع من الرز يكون أفضل من، طبعا عندنا نوعين أو ثلاثة أنواع من الرز حنتكلموا عليهم في خلال الفقرة، يعني بما أن حضري حاجة دسمة فعندنا شوية. بس حلو، أنت ما لاحظتيش السعادة اليوم على وجه الهوني؟ هذا لا مش سعادة، لا لا مش سعادة قوية يعني، فقاع وحليب ومش عارف استر الله مش عارف ما يمشيش معاه الهوني الماكلة هذه. شنو عندك؟ فؤاد ان شاء الله حنتكلم على فريق الاهلي بنغازي اللي عنده ان شاء الله مشاركه في البطوله العربيه، حيخش لمعسكر حنتكلم عليه ان شاء الله فيه بالتفاصيل ان شاء الله في الفقره بعون الله. حنرجعكم بعدين وحنشوفوا طبخه الريزوتو مش الايطالي اليوم. نمشوا لفقره صندوق الذكريات. سلام. فعلا كعادتنا نسافر بكم لحكايه من الزمن الجميل، واليوم حكايتنا عن اغنيات المسلسلات وكيف كانت تترات الدراما عالقه في اذهنتنا لعند هاللحظه. هيا بينا حكايات صندوق الذكريات، استنى فينا. ياخذنا صندوق الذكريات اليوم إلى زوايا عشنا تفاصيل حكاياها، ارتبطنا بأبطالها وتعلقنا بنصوص كتبها. حكايتنا اليوم عن تترات مسلسلات أيام زمان. حكايتنا على عزوز وكنا. كنا زوز ثلاثة كلاين عرست. في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي كان التلفزيون الليبي في بداية تأسيسه في 24 ديسمبر 1968. وقتها قدم المخرج وكاتب السيناريو حسن التركي مسلسل الهاربة من بطولة الفنانة حميدة الخوجة، وهنا أحدث المسلسل نقلة في فضاء الدراما الليبية وتوالت بعدها الإنتاجات الدرامية. الحنين للماضي ودراما الزمن الجميل ما زالت بداخل الكثير منا، ومهما مرت سنين نلقوا أنفسنا ندوروا عن كل ما يذكرنا بأيام زمان ولمت عيلتنا في انتظار تتر المسلسل اللي نحبه. تعتبر تترات المسلسلات أكثر ما يميز هالفترة ويذكرنا باللحظات الجميلة، والدليل على ذلك حصول تترات المسلسلات القديمة على نسب مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب رغم مرور سنوات طويلة عليها. تترات ألهمتنا شجن وشغف ورسخت فينا مبادئ وقيم كانت بمثابة هندسة لتفاصيل الحياة. وكل
كل ما سمعنا لتتر معين تنتابنا حالة من النوستالجيا لأحداث بعينها، أشخاص، أماكن أو موسيقى مر عليها أقصى تقدير 10 أعوام. ويبقى الشيء الملفت للنظر هو حالة الحنين وأحياء أغاني مر عليها أكثر من 30 عام وما زالت مشهورة وبقوة رغم اختلاف الأجيال. رايك سارة؟ الله الله، انا كيف بنقولك شرايك وين سرحت بخيالك لما سمعت طبعا في بعض المسلسلات يعني نذكروها زي حرب السنوات الأربعة او زي أرابيسك ووادي المسك وعمك كو كسر ودنا في بعض، لكن في بعض المسلسلات يعني ما لحقناش فيها يعني. بس في مسلسلات نتفكر ان هذه المسلسلات اللي مش ملحقين عليهم احنا نتفكر ذكروني يعني بدري والله وانا راجع يا هوني تفكرت ايامات الوالد الله يرحمه وكيف يتفرج وكيف كنا نقعد بجنبه حتى ما كناش نفهمه في تفاصيل هلبة، لكن لما تسمع النغمات هي تردك لوقت حنين معين لذكريات معينه خارج المسلسل عائليه وكذا تربطك باوقات جميله فترات معينه في بايش يعني. ممكن مسلسل كان ما زال ممكن حتى تعاوده ثاني في بس اللي حنذكره ممكن يعني يكونوا حديثة شوية أكثر حداثة من المسلسلات اللي شفناها زي تو كنت نقول فيها لمخرجنا يوميات ونيس ويوميات جميل وهناء والسبع نجوم والخمسة نجوم هذه كلنا تبعنا الدراما المصرية والكوميديا المصرية والكوميديا السورية. مسلسلات ليبية أقرب شيء ممكن العمارة وكنا شوية بصراحة كنا صغار يعني للأمانة لما والشاهي واللوز وبرامج رمضان طبعا بروحهم قالوها لما والشاهي واللوز مجموعة كبيرة يعني كده نهني نرتيم على المقتطفات اللي جهزها لنا اليوم في التقرير خلانا شوية نسرح بخيالنا وكده حتى المشاهدين نفس الشيء ومازال يسارة فقرة صندوق الذكريات كل مرة حتكون متنوعة أكثر كل مرة حتاخذ سنة معينة في مراحل زمنية معينة كرام دي كرام سلع على برامج الطبخ في السبعينات سلع بطل دي ما زعلك لا متفرجة نفس تقريبا انت اللي ذكرتهم انا في اللي نعرضه يعني في مجموعه منهم للاسف ما تابعتهمش يعني مش عارفه كنت صغيره يا قدامي ممكن بس بالنسبه ليوميات ونيس بالنسبه لجميل وهناء ليالي حلميه يعني الحاجات هذه تقريبا زي ما قالت ساره ممكن احنا يعني صغيرين ما نحطوش احنا عليها نفتحوا عليها بس تلقى مثلا امك ابوك يعني حوش العيله يفتحوا او حوش الجد مثلا زمان كان وين التلفزيون كانت تلفزيون الكبيره ذاك اللي يفتح هيك باللوح نمشوا يعني حوش جدنا خلاص يعني جدي والعيله قاعدين يتفرجوا فضروا احنا نقعدوا نتفرجوا فهنا الفكره ان هي كانت حتى مش موضوعنا مسلسل فكره ان الحاجات هذه كانت تجمع في العيله وللاسف الشديد هذه حاجات انقرضت نهائيا يعني تو كانت القصص نتاعها يعني بدنا حتى مقعدين في الحوش ساره نكلموا في بعض بالنت يعني وصلنا للمرحله هذه نحضر في مسلسلات على اليوتيوب ما فيش نت في وقت المسلسلات هذه لا نحكي لها انها تو يعني كيف كانت زمان ان هي تجمع فينا يعني العيله كلها تقعد تتفرج مع بعض وتهدرز وشن صار ونقعد نستنى في الحلقه الجايه يعني الجمعه بس تو للاسف الشديد ما فيش كل واحد يتفرج في تليفونه ما عادش في من يقعد على التلفزيون يقول لكم زمان التلفزيون اللي بخبطه باش يعطيك خبطه باش يولع والاشاره تجي وذكر في ستلايت يسموا فيه السراق زمان أسود صغير حتى هو وين هذاك اللي عنده معنا بحبوحة هذاك صغيرون اللي فوق التلفزيون مش اللي فوق الحوش عرفت السراق يسموا فيه صغيرون ومن اللي كان من اللي كان فيكم من الجمعية من اللي كان فيكم يقعمز يستنى لما تطلع في نهاية يتسكر القناة وتطلع الخطوط الملونات نقعد يستنى بتجي الدائرة لكن في مسلسلات يعني الأمانة عندي معاها ذكريات سيئة ما نحبش حتى تو لما نشوف أغانيها بدرقفة الهجان ليالي الحلمية هيك نحس فيهم كله مشارة اللي في وسطنا نفسيا معنا كانت ريهم للرسالة هذه وأبطال نفسيا ما نستريح لهمش العمر لي دور هذه بداية الدراما يا محمد والله بداية الدراما تو بنحكي على طفولتي شو دخل لي في الدراما في ذاك الوقت أيضا حتى طرحنا سؤال محمد على السوشيال ميديا يعني أبرز التعليقات كانت على سؤال الحلقة
عشان تتذكر من أغنيات مسلسلات أيام زمان. نبدو بمينو محمد. مينو قالت في أكثر من مسلسل صراحة، بس أغنية مسلسل ليالي الحلمية من الأعمال الفنية الجميلة جدا. طلعت ما تخافش، حلو ما شاء الله عليها مينو. نمشي حتى اللي يتعلم العزف يعزف رقبة الهجاز. نمشي لي فلاور علي قالت نتذكر في لما والشاهي واللوز وقالوها، ومسلسل عزوزة والكنة، وكانت أيام حلوة وجميلة ويا حسرة عليه هذيك الأيام مع أني كنت صغيرة بس باقية في ذاكرتي. حلو. عندنا حسنة الحياة محمد مختارة كذا مسلسل قديمة وجديدة، العمارة والتيار وقالوها ومنوعات قيلوة، ما أعرفش قيلو بواو الجماعة وليبيات ورأفة الهجان. في مسلسلات قديمة وفي مسلسلات جديدة يعني. منوعات شني. نشولي أحمد صالح قال مقدمة مسلسل كنا بين زبيدة قاسم وحميدة الخوجة والموسيقى التصويرية متاع المسلسل العمارة. حلو فعلا صح. وعندنا ويدا والله وادا ودا 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 قالت أغنية مسلسل التيار. حلو صح فعلا، أغنية مسلسل التيار جميلة جدا. عندنا أيضا سامي عمر قال مسلسل العمارة روح من الخارج بأفكاره، وفي عقله مليون دبارة. الأستاذ رجب بيمثل في دور اللي هو رجوبة تقريبا، يمثل في دور الليبي المعبي اللي كان عايش برا. حلو ذكرناهم اليوم بحاجات جميلة. ويصال قالت اللمة والشاهي واللوز. حلو أكيد. وحسام الأجهر قال أغنية المسلسل اللي بالتيار معتصم الشكربي قال مسلسل الكنة وحاجة قميرة والشاي واللوز والعمارة وحاتم الكور وقالوها. حلو فعلا صح، حاجات جميلة. هي أعتقد أكثر المسلسلات الليبية بالتحديد يعني اللي هي تكون في ذات الطابع الكوميدي. صحيح. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني زمان كانت الدراما لما بتفرجوا على الدراما كنا نمشي للأعمال العربية أكثر من الليبية. صحيح. ولكن بالنسبة لما بتتفرجوا على الكوميديا خصوصا في شهر رمضان بتفرجوا على الأعمال الليبية. فعلا. نمشوا لي سعدة قالت أغاني زمان كلها جميلة، لكن أول ما اخترع لبالي أغنية يا زهرة الياسمين فكرتي لنوري كمان. زهرة الياسمين مشت للأغاني شوية يعني، شكلها ما كانتش تتابع في مسلسلات. أذواق هي في النهاية سارة، ما تعرفيش يعني. عندك حتى الأعمار لها دور يعني، في اللي يتبع في المسلسلات بس الكوميدية. عندها حتى هدى عبد اللطيف قالت قصة حب صح؟ إيه جميل. هذه تعليق ثاني تقريبا لشخص اخر صحيح؟ اللي هو لا هدى عبد اللطيف قصه حب مزبوط نفس التعليق. جميل. هذه كانت ابرز التعليقات، ابرز تعليقات في سؤال الحلقه اللي هي شنو ابرز الاغاني اللي انت تحبها من اغاني المسلسلات، تترات المسلسلات وفقره صندوق الذكريات، واللي حتستمر معاكم بالتاكيد مستقبلا مشاهدينا في بعض الحلقات، واحنا حنحاول نسترجع معاكم العديد من الذكريات الجميله والاشياء اللي كنا احنا نتابعوا فيها زمان في التلفزيون. فعلا. نمشوا اللي بعده لتقارير. خدمه توصيل الاغراض مشاهدينا للشركات او حتى للافراد هي خدمه توفر الوقت والجهد وتعتبر حل في مواقف عديده. شركه واصل في نصراته افتتحت هالخدمه بطرق مبتكره. نتعرفوا اكثر على خدمه واصل في هالتقرير اللي اعدته لنا الزميله غاده الشريف. المواصلات العامة في ليبيا غايبة بشكل ملحوظ، وغيابها خلى البلاد في أزمة مواصلات وتوصيل. توصيل الأفراد وتوصيل المحلات التجارية طلبياتها للزبائن بشكل يسير وسريع. من هنا قرروا مجموعة من الشباب افتتاح شركة خدمية ممكن تساهم في تسهيل حركة المواصلات والتجارة. كاميرا سلام زارت مقر الشركة الأولى من نوعها في مدينة مصراتة باش تتعرف على طبيعة العمل فيها وكيفية توصيل الطلبيات للمنازل وللمؤسسات. جت الفكرة من واصل أن بحيث نحاولوا نوفروا الخدمة بشكل مختلف شوية على هم تعرف عليه في الدولة الثانية، اللي هي خدمة توصيل بتكون في العادة ديما أن الشخص يخش للتطبيق أو للمحل ويطلب حاجته
وتواصل مع شركه التوصيل هو في حد ذاته. احنا عكسنا الفكره هذه ان بحيث ما تتعاملوش مع المستخدم النهائي اللي هو الزبون، نتعاملوا مع المحل يشترك معنا ونوفر لك اني انت يا زبون مثلا الخدمه هذه. توصيل الطلبيات من المحلات والمطاعم وغيرها للاماكن اللي طالبينها امانه، حتى مع السائق والشركه ايصالها لصاحبها بشكل سليم ونزيه. ومن هنا تم التعامل في التوصيل بالجي بي اس، يقوم اعضاء شركه واصل بتتبع سياراتهم الخاصه من عندهم لحد ما توصل الطلبيه للمكان المطلوب، وايضا لتجنب اي ضرر ممكن يتعرض له السائق زي ايصالها من الطرق الاكثر امان وتعريفها بالطريق الصحيح لوصول الطلبيه. وبالإضافة لذلك توفر الشركة تطبيق واصل واللي فيه الكثير من الخدمات. التطبيق طبعاً عنده أكثر من واجهة للتحكم في الخدمة، بإمكان المشترك في خدمة توصيل أنه هو يراجع طلباته أو يعرض الطلبات اللي كان نفذها مسبقاً، وبإمكانه أنه هو ينفذ منها طلبية، بالإضافة أن هي تعطي تحكم بالكامل لإدارة التوصيل أو تشغيل الخدمة بشكل كامل. ولظروف الحياة ومشاغلها وانشغال أرباب الأسر بتوفير متطلبات عائلاتهم بشكل سريع، سهلت خدمة التوصيل النسائية هذا الأمر. الكثير من النساء بدوا يشتغلوا بسياراتهم الخاصة في خدمة التوصيل من باب توفير لقمة العيش ليهم ومساعدة غيرهم. غادة الشريف، قناة سلام، مصراتة. هل التقنية سارة هي موجودة بالتأكيد في عديد الدول، ولكن الجميل في ظل الظروف اللي تشهدها ليبيا الآن نشوفوها لأول مرة في مدينة مصراتة وعبر تطبيق واصل إلكتروني اللي هو تطبيق واصل. والجميل أن أنت شن تبي، يعني وكأن أمازون مصغر داخل المدينة، يعني أنت شن تبي من أي محل موجود في المدينة حاشك توصل عندك، يعني كلها إلكترونيا يعني. فعلا جميل هالتطبيق، يعني سهل لك هلبة أمور زي ما قلت محمد. والأجمل في الأمر أنه هو يعني خدم نساء، يعني نساء ورجال، يعني خدمة نساء مميزة، يعني قول يعني. قول الرجال يعني دائما يلقوا يعني متاح لهم أي عمل، بس المرأة لم تلقى عمل زي هيك نقوله إحنا بسيط وبسيارتها وتاخذ الحاجة وتوصلها لمكانها، أيضا توصلها حتى لنساء، يعني النساء هادو نفسهم مش قادرين يطلعوا ياخذوا حاجتهم. فالموضوع هذا التطبيق هذا سهل حتى حاجات ثانيه. وعاده هالتطبيقات وهالخدمات ساره تعتمد بالدرجه الاولى على العنوان، واحنا نعرف ان الشوارع عندنا في ليبيا غالبها مش معنونه، ولكن لما نتكلم على مدينه مصراتة اكيد يعني اللي يشتغلوا في الشركه يعرفوا المدينه بالضبط، ممكن حتى بارسال اللوكيشن اللي ربما تكون مربوطه بالموقع، وبعدها حيتم التواصل مع الزبون ممكن بالتليفون. وان شاء الله نشوفوا التطور اكثر في هالمجال الخدماتي. يعني امازون، انت قلت امازون صغير يكون احسن ان شاء الله واعظم من الامازون. ان شاء الله نمشي لفاصل قصير مشاهدينا، ما تمشوش بعيد. رجعنا مشاهدينا اكيد، والكل حاب يعرف شنو هو الريزوتو اليوم، نمشي نشوفه. انا بشوف الريزوتو كيف تمشي انت، المفروض انت تمشي اليوم. يلا خلينا نمشوا لي اكيد ساره ما بين من ضمنتي اقرا التعليقات، شوف كان في تعليقات ما بين من ضمنتي انت، خلينا نمشي ونشوف نشوف المقادير. صح، شوفي المقادير على من. مرحبا بكم اكيد مشاهدينا من جديد، زي ما قالت ساره خلينا نشوف مقادير الريزوتو، نشوف مقادير الوصفه. حنستخدم كوب رز يكون رز عادي، يعني كميه من بس ملاحظه الرز ما تغسلوش، كمية من الفطر الفريش عندنا ملعقة من التومة، عندي 100 ملي كريم فريش، ملعقة كبيرة زبدة، هنستخدم كمية من جبنة البرمجان، نص كوب من مية، هنستخدم زعتر فريش ممكن نستخدمه في التزيين بس مش هنحطوه يعني مكس في الوصفة متاعنا. بالنسبة للتوابل عندنا ملح، فلفل أسود وجوز الطيب، هذه مقادير الوصفة. أكيد هنشوف كيفية التحضير خلال الحلقة. سارة وصلتي؟ لقيت كرسي مريح بصراحة، قلت خلينا نقعد. هو أكيد أستاذك حرت حط عظيماتي يا بنيتي ونكون مركزة ونركز مع الريزوتو. شن أنت بالطيبي؟ شن هو ريزوتو ولا ريزوتو؟ ريزوتو. طبعا هو الوصفة هذه من المطبخ الإيطالي، باهي طالما أنك تعرف محمد علاش يعني من بكري وأنت تستفز فيا كيف رز من ريزوتو، من ريزوتو مازاتوري. هي ممكن هذه حاجة حيدة قضيناها احنا مازاتوري.
هنبدأ بالتحضير. فكرة تحضيرها سهلة وبسيطة ما تاخدش وقت. في ملاحظة أنا قلتها في البداية أن الرز ما نغسلش، وهذه في الطريقة التقليدية متاعهم باش أنه هو يجي الرز يعني احنا نغسله فيه عادة ما ننشابش باش ما يجيش يعني احنا نقول مش ما يجيش معجن. بس الفكرة في الرز هذا أنه هو لازم يجي بصوص يعني ما يجيش ما يجيش زي الرز الأبيض أو الرز البلاو، فضروري ما نغسلوش شيء باش ما نحاولوش منه كمية نشي عادي مش 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 شرط لازم احنا نستخدموا نوع رز معين، ما فيش حاجه يعني في الطريقه التقليديه عادي اي نوع رز. بس اللي يميزه برضو الحاجه الثانيه الفطر، اللي هم يستخدموا فطر فريش ما يستخدموش فطر معلب. وهنا لانه هو ما فيش اضافات يعني انا نحكي على الطريقه الاصليه اللي صار يعني من اول ما اول مره داروا فيها، اللي هي عن هي عباره عن كانت كميه زبده زي ما توا يعني، بس هم يستخدموا في نوعين فطر اللي هو الفطر الابيض والفطر اللي يكون لونه زي البني يعني يكون لونه داكن شويه. هذا صعب تلقيه يعني مش في كل البلدان متوفر نوع الفطر هدايا. وفي الاضافه الثانيه اللي دروفال هي عباره عن الكريمه وكميه التومه، برضو التوابل عندنا ملح وفلفل اسود وشويه جوز الطيب، واللي ميزه هي وجود الكريمه والبارميجان. هنا في ميكس غريب جدا برضو انه ما فيش كميه زي ما متعارف احنا ديما نقولوا رز او الطيب بصفه طيب. عامه فيه لحم فيه دجاج، بس اليوم ما فيش. طيب قولي لي يا كرام، الصوص هذا حسيته نفس الصوص تبع مكرونه الالفريدو؟ هم اصلا هم اخترعوا الالفريدو نفس العيله يعني نفس العيله ما مشيناش بعيد. بس زي ما قلنا ساره خلينا نزيد شويه زبده. حنحطه زي ما شفتوا مشاهدينا كميه الزبده شويه الفطر حطوه على النار لانه هو فريش حياخذ شويه وقت مني ما بين ما ياخذ تحميره بسيطه. خلينا نقص الغاز شويه عليه. مؤخرا بدو يديروا فيه بطرق ثانيه ساره، اللي هي يحطوا في اللي هي الاصداف او المحار يعني يطيبوا فيه بالمحار. هو حلو انا من عشان انا لان انا انسانه ما ناكلش في حاجات لها علاقه بالبحر كلها. بس اعتقد انها حتكون دسمه شويه. عندي ليك مفاجاه. في لا خلاص خليك في مكانك. الريحه جباتها مشاهدينا. تفضل او نقتنع به. بس هو انا ما حطيت شيء، حطيت فطر بس. ما زال انت ما شفت شيء. لا مش مقلي، بقع مقلي. محمد علاقتك بالمطبخ ضعيفة واضحة. لا علاقتي قلت لك مكرونة كبس. أيوة مكرونة. فمش ليك اليوم الوصفة هذه نهائيا. لا لأن بنشوف الألفريدو اللي تحول لروزيتو هذا. هو بدل المكرونة رز. نفس العيلة قلت من إيطاليا نفس العيلة. نفس العيلة. نفس الفاميليا. هو في اضافات ثانيه بس في حاجات ما بنقول فاميليا يعني بما انه ايطالي الموضوع فخلينا ناخذوها كامله. انا غطيتها شويه بس زيت نظارات ينزل نظارات حيضربوا مساحات. ما فيش مساحات. شوف لك مساحات. الله حلوه الريحه. حنضيف التوابل. شفت الريحه كيف شبتك؟ صراحه انا بحاول نقتنع. جرب بعض الاكلات لبعض البلدان الاخرى يعني. بالعكس حلو انك انت تجرب محمد، ما تقعدش ديما في حياتك كلها مكرونه يعني. نجرب حاجات ثانيه. خير هيك ولا بيديروا حاجه هذه. يعني شن فيه غريب بشكل انت خايف منه يعني؟ ما فهمتش انا. اول حاجه انا اي شيء فيها فقاع عاده ما نقربش فيه. حتى في البيتزا نخفيها من غير نخفيها. لكن ضايقت لما شفت الفقاع. ايوه حتى شكله هيك فقاع يعني بيكون جميل يعني. على فكره فوائد عظيمه الفقاع. عندك فوائد بالنسبه لمحمد ما تحكيلاش على الفوائد. محمد اعطيه الطعمه وخلاص واعطيه الحاجه الزينيه حمرا تكون هيك بكبكه حمرا فيها دهان خلاص فيها كميه شحم مش طبيعي. هنا هذا اللي يهمه في الموضوع، اما الباقي التفاصيل اللي تحكي عليها انت فمستحيل. انا حاولت نقنع خلال الفتره اللي فاتت كلها بس ما فيش. هو الرز حتطبخيه في الميه اكيد يعني مش حتطبخيه. ايه بس مش حنحطه تو يعني، بس شويه الفطر نخلوه شويه على النار بعدين حنصب الرز عليه. حنضيفه كميه ميه بس ما نضيفوش كميه ميه هلبه لان ما ننسوش عندنا اضافه الكريمه مع بعضها. ايه مع بعضها. انا قلت لها الفكره فينا هو كله سهل يعني الخليط كلها مع بعضها، بس الميه في الاول نخلوه ياخذ غلوه في الميه نحسه انه زي الرز الابيض يعني بدات تجف الميه بعدين نصب الكريمه. المرحله الثانيه او اخر حاجه اللي هي تكون الكريمه وشويه من الجبنه. بس الحاجه الثانيه اللي انا جايبتها اليوم لا مش رز بلبن. لا لا مش رز بلبن. قال لي رز وحليب راهو. قلت له رز بلبن. حنحط شويه من التومه. هو لي ساعة نسأل فيك نقول لك هذا شنو طلع توم في الأخير هو طيب ما شمتش حتى صنتها أنت أصلا واضحة. لا لا تو بنشمها.
أنا لازم نجوعك اليوم وبعد وبعد هذا كله بعد هذا كله محمد هذه مرحية يعني في تكشر تومة تلحقها في ست البيت وديرها في فازة تصب عليها زيت وتحطها في الثلاجة الفكرة إيه شوية يتغير لونها شوية لأنها تكون مرحية جاهزة يعني ما قعدش أنا كل مثلا كل ما نبي نطيب بنمشي نكشر تومة ما أنا أقول لك تفقد ريحتها لكني مجربتها بالعكس لا ما تقعد زي ما هي البخل ندير رأي يعني أيوه لا لكن على فكرة تقعد جاهزة يعني تقعد زي ما هي يعني كيكة تاخذ وتحط على طول حنحط كمية الرز بسم الله المفروض نحن نتكلم عليه بس مش مشكلة الناس يعرفوا الرز الأبيض الرز الأسود هو للناس ما تعرفهاش شيء هو بيتغلغل في مية الفطر والزبدة أيه. هنا الفكرة حتى في ناس أحياناً سارة أن تشكي من أنها تقولك لا مستحيل دي الرز في طنجرة يعني دي ما في كاسة إنه هو يعجن ويجي مش 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 مضبوط معانا حس الرز من الحاجات اللي شوية في التصيب مش مش سهلة عند هالبناس يعني مش أي حد يجيبه لك محمد ومش يعني. أي حد أيوة يجيبه الفكرة أن ممكن يعني حتى من قبل قالتها أن في ناس تصب كمية مية هلبة هذه حاجة ويدوبك بس تخلي السطح متاعها بس أيه. توصل للمية وبرضو حاجة تانية أن في ناس طول الوقت تتحرك هذه غلط أنت كانوا كل شوية تفتح طنجرة وتحرك طبيعي إنه في كمية نشاء فطبيعي جدا حيخليه معجن يعني أنت تصبر عليه نين تحسه خلاص تحبب أيوة هي زمان صح أمهاتنا تقولك مثلا أنا أول ما تعلمت التطيب نجين مثلا ماما ما تحبش يخش معها المطبخ بس نجين نستكشف يعني فضول فنجي نقول لها ماما معلش بهي تحطي في الرز هو شويه مثلا بعدين تطلع صينيه كبيره كبيره حتى نفس سؤال الكسكسي فهي تقول لي يكبر يعني المصطلح احنا كيف رز يكبر فعلا انا كيف بنقول لك انا بنقول لك حسيت الكميه شويه يا جماعه بقول لك حتى في جماعه تصير في الامواج بكري مش يقول لك حتى في المناسبات يقول لك خلينا نطيب رز ولا كسكسي لانه يكتر يكتر بمعنى يزيد يعني هي الفكره مش يزيد الفكره ان الحبه تتشرب كميه الميه فيتضاعف مساحه تاخذ مساحه أكبر. فهي صح على فكره انا في معتقداتي لعما كبرت ان هي كل حبه تولد اربع حتى ليه حبات حتى كنت تطلع في اربع حبات قريب بس عرفت نبات لا مستحيل يا محمد بس في حاجه في حاجه المفروض ان نحكي عليها اليوم اللي هي عندنا نوعين من الرز او في هو ثلاثه انواع بالاصح للرز اللي هو يكون ابيض وفي نوع يكون لونه يعني زي ما نقول احنا بني هادي او حاجه وفي نوع رز اللي هو تقريبا مهمش جدا وليه قيمه غذائيه عاليه وهلبا ناس ما تعرفش اللي هو يكون او هو الرز الاسود شو هو هذا رز اسود هذا رز على فكره انت مش عارفه سمنسة تحسابها حسابها حاجه بهارات ولا لا رز اسود حنتكلم لكن هذا ممكن تديري منه شويه هيك يعطي لون مختلف زي اي الرز طيبات زي الرز العادي الفكره لو الاختلاف محمد وين الاختلاف ان بعد ما يحصد الرز الرز يمر بمراحل الرز الابيض يمر بمراحل عده اللي هي من غير تقشير القشره الاساسيه ليه يمر بعده مراحل بحيث انه هو يولي لونه ابيض لو تلاحظ محمد هنا لو تشد ايوه لو تشد واحده منهم ايوه تتحول القشره بس هدايا تحولوا منها بس القشره الاساسيه اللي برا وخلوه معاش مر ولا مرحله ثانيه يعني في الصناعه الفرق ما بيناتهم الفرق ما بيناتهم اللي هو عباره عن شنو عباره عن في السعرات الفرق في السعر من ناحيه السعرات الحراريه يعني تقريبا طاسه من الرز الابيض فيها حوالي 240 سعره حراريه بالنسبه للرز الاسود حتكون فيها 220 سعره حراريه اقل سعرات حراريه هذه حاجه ثاني حاجه كميه الالياف هذا يكون فيه تقريبا كميه الالياف 0.4 0.6 في الطاسه نحكي هذه تكون فيها 4 جرام يعني كميه الالياف هنا اكثر من الرز العادي حنحكوا على حاجه ثانيه اللي هي طبعا معروفه في الرز اللي هي الكربوهيدرات قصه الشعير وال ايوه محمد بالضبط هي الفكره في الصناعه يعني في التصنيع او مراحل التصنيع بس الرز هذا مهم جدا لان في هالبناس ما تعرفش يعني نحكي له على العالم العربي بصفه عامه ما نحكيش عليه بالعكس معنا في الصين واليابان يستخدموا فيه حتى ليه مسميات غريبه جدا انه كانوا ما يتاكلش فيه فئه الناس العامه انه هو اصلا يعني حتى في الزراعه متاعه يكون يعني ليه مناخ خاص غير نفس الرز العادي غرب هو نفس الرز العادي مر بس الفكره ان المراحل هذا مر بمراحل وهذا حتى في النبته فيه اختلاف لكن هي نفسها نبتة رز بس فيها اختلاف بسيط لما يطيب نفس الطعمه الفكره ان هذا يعطل في التطيب شويه لان عليه الطبقه هذه اللي هي غنيه بالالياف والفيتامينات فحتاخذ وقت شويه في التطيب بس هل انتم هيك تقدروا تتقبلوا صحن رز اسود الطعمة ما فيش اختلاف على الطعم الأبيض بس أنا شخصياً من الناس اللي ناكل فيه يعني سبحان الله ننصح به للناس اللي عندهم السكر
ننصح به الناس اللي هتدير في نظام غذائي، لان الفكره فينا بدل ما ناكل طاسه من الرز الابيض حناكل ونكون مش شبعانه، حناكل نص طاسه من هذه ونكون واصله لحد اني خلاص ما عادش قادره نكمل، لان شني لان كميه الالياف اللي فيه ضعف يشبع يعني. وخرج قال تاع عرس، لا لا ما يمشيش في العرس لانه هو غالي، دير مقعد كله رز اسود يقول كادي يتلز فينا ديرت من اسود. مش قعد زيت هو قصد انا تاخذ شويه يشبع على طول. اقتصادي فهنين بهنين الفكرة، لكن حول من لحية حط في الشارب محمد، راهو قالت لك غالي الرز الأسود. غالي محمد لأن زي ما قلنا ما مش في أي بلاد صح متوفر، هو متوفر بس الفكرة أنه آه لا هو الرز هذا أصلا لازم يتعجن. هي أصلا تبي معجنة، أنا حنزيد شوية مية لأنه لون يوقف وده بيصير. لا لا بس ما بيش نصب كمية كبيرة من الأول باش ما يصيرش أنه حنعلو عليه، خلوه ياخد غلوة بسيطة، وبعدين حنضيف الكريمة والجبنة برضو حنخليه لين. شفت إن الرز قادر إنه يطيب في طاوة؟ لا تبتغطي غلطي نيت أو تبك فيك زي ما بكتي قبل الحلقة قلت لها شنو رز في طاوة، قالت لي لا دي طنجرة. هي طنجرة لك مصغرة شبيهة أخت الطاوة، قلت لها اللي نعرفها هي زي بتاع الببجي. ما هي وصل هي وصلت وين المرحلة محمد، وصل التطور ان الطنجرة ما عادش فيها زوز ايدين، حتى قصولها واحدة خليها هذه ممكن نقدر نخلوها حتى من غير ايد يعني لو انت لو انت لو انت ليش ما تسخنش يعني ولا كيف؟ تفضل انا من غير ايد اي باهي توا مش نديروا دعاية احنا للشركة المصنعة، لكن هذه المفروض يستغلوها يديروها بتاع توم عرفت؟ لا 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 نقول لك ليش يعني هادي، ولا المرأة تبدأ الطيب يخش رجلها يكتر عليها دوة تقول لك على طول ترتكب فيه جريمة. لا محمد من بكري لاحظتنا هو مركز في الطاوة أكثر مني فصل. لا هي أجمل من الرز بصراحة واضح يعني. خلاص تقدر تروح بها بعد الحلقة غدوة إن شاء الله الكل حينقض عصير، تقدر تروح بها بعد الحلقة طبعا أكيد. لا هو قلت لك محمد متاكد انك انت تخش طيب مكرونه، لكن طيب فيها في الطناجر العاديه، قالت لي كان المنتجه قالت لي كان بتحط لي كريمه حطيها تو. تعليمات تعليمات من المنتجه. حتى كان الرز ما طابش حط لي كريمه. لا مش حنقدر نصبوا الكريمه، السكريبت يقول تو كريمه. بس اكيد حنخلوا محمد وساره يستكملوا الموضوع، احنا اصلا بس حنحطوا الكريمه وحنصب. احنا حنطلع فاصل، نطلع فاصل من جنب الرز خير. نطلع فاصل من هنا. احنا مش فاصل حنرجع حنرجع لفقرة اكيد عشان صار باختصار بس بعد الفاصل. عدنا لكم مشاهدينا الكرام من جديد. قبل شوية كنا مع الريزوتو وتو وصلنا لفقرة شنصار باختصار، وحنرجعوا للريزوتو. ساهمت جمعية الإمداد الخيرية في عمليات توزيع مساعدات إغاثة غذائية وغير غذائية على الأسر النازحة من طرابلس إلى مدينة مصراتة وضواحيها. كانت هذه المساعدات مشاهدين الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود والعائلات اللي تعولها أرامل ومطلقات للتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة. فعلا حيث استهدفت عملية توزيع 20 أسرة، عملية التوزيع هذه 20 أسرة، وفي اليوم الثاني 43 أسرة، أما اليوم الثالث فاستهدفت هذه الجمعية عدد حوالي 68 أسرة نازحة، وتمثلت هالمساعدات في حصة غذائية كاملة ومستلزمات منزلية. ساهم في تقديم هالمساعدات كل من الشؤون الاجتماعية والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والهلال الأحمر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وصندوق رعاية الطفولة بالأمم اليونيسف. فعلا جميل جدا هالأمر، ومش غريب عليها جمعية الإمداد الخيرية، فيما سبق كانت
في سرت وتو في مسراته، يعني دائما تقوم بهالمبادرات. يعني كل هالمنظمات دائما يعني مش غايبه عن المشهد صراحه في العمل الانساني والعمل الخيري، حتى الهلال الاحمر والمنظمات اللي ذكرناها بالكامل دائما تفرض وجودها بكل الاعمال الخيريه. نحن نعلم بان العديد في المئات ساره من عائلات النازحه في كل المدن الليبيه اللي مشاكل مختلفة، ولكن ما زال هالمؤسسات الإنسانية وما زال حتى أهل الخير يقدموا في المساعدات لهالمنظمات حتى يتم توزيعها بشكل عادل ولتوصل لمن يستحقها بالفعل. فعلا نمشي للخبر الثاني محمد. أقيمت جلسة تحاورية بعنوان مبادرة التغيير السلمي بمدينة طبرق تحديدا بفندق دار السلام لمدة يومين. تهدف المبادرة سارة لنشر فكرة الشراكة المجتمعية ودورها في المجتمع ككل، وأيضا استقطاب الشخصيات الفاعلة داخل المدينة لتنضم للشراكة المجتمعية ومحاولة دفع عجلة التنمية إلى الأمام وأن تستقل بذاتها وأن تبدأ البحث عن فرص الدعم والتمويل. وتهدف طبعا هالجلسة أيضا إلى إيجاد وابتكار الفرص اللي ممكن إن هي تعمل فيهم توجهات الشراكة اللي من مهامها الاهتمام بقطاعات مختلفة كالبرامج التأهيلية والتأهيل المهني للشباب والمرأة وغيرها من البرامج المتنوعة. كل هالعلوم اللي أصبحت تنتشر مؤخرا يعني سواء التنمية البشرية والآن الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة، هذه كل العلوم يعني مؤخرا أصبحت تنتشر بشكل كبير وأصبحت تلقى اهتمام شريحة كبيرة من الشباب اللي يحاولوا يطوروا من أنفسهم ويحاولوا يكون عندهم مشاريع في المستقبل. فعلا. وأيضا محمد تعطي يعني لكل شخص مساحته ويبدأ برأيه، يعني شفنا شباب صغار، شفنا بنات، شفنا يعني مختلف الأعمار، الكل جالس ويبدي برأيه ويحاور. طيب. هذا شيء جميل يعني خصيصا في طبر، يعني شيء إيجابي. نمشي لموضوع آخر في شنصار. باختصار اختتمت بقاعات مدرسة أوائل سرت للتعليم الخاص دورة الاستراتيجيات الحديثة لطرق تدريس مادة التربية الوطنية اللي نظمها مكتب تدريب وتطوير التعليم بالمنطقة الوسطى. جميل. وأيضا هذه الدورة استمرت لمدة 10 أيام تحت إشراف المدربين عبد الباسط سالم أبو ليفا وفرج محمد أرحيم وإسماعيل محمد بوشعالة. في الاختتام أقيمت احتفالية حضرها مراقب تعليم بلدية أهراوة وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بمراقبة تعليم سرت ونقيب المعلمين بسرت وعدد من المعلمين من الرعيل الأول. وتم توزيع إفاد حضور الدورة التدريبية على المتدربات، كما تم تكريم كل من ساهم في إنجاح الدورات التدريبية. دائما سارنا أي شيء له علاقة بالتعليم بالتدريب خصوصا تدريب الكوادر التعليمية اللي عندنا أنا نفرح بها صراحة لما أشوفها، واللمسة الأخيرة اللي هي تكريم دائما أساتذتنا من الرعيل الأول ومدرساتنا اللي قدم يعني شيء جميل، لمسة وفاء بالتأكيد يحفزهم حتى ديما أن هم يستمروا بالعطاء، يحفز حتى الأجيال الجديدة أن هي تبدأ. فعلا. نشر لي خبر آخر. أقيمت ورشة عمل حول حقوق الإنسان والتنمية المستدامة للتعريف بالحقوق والمطالب اللي من حق كل مواطن التمتع بها تحت شعار مؤسسات قوية لإرساء السلام. تفاصيل أكثر خلينا مش نتابع هالتقرير. يقعد ضعف انقسام المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في ليبيا وضعف أدائها أحد أسباب تردي وضع حقوق الإنسان في البلاد. من خلال ورشة مبادرة تعزيز حقوق الإنسان اللي كان شعارها مؤسسات قوية لإرساء السلام، واللي كانت تشتغل على تعزيز هذا المفهوم ورفع الوعي بأهمية العمل وتوعية المواطن الليبي. في البداية كان الإعلان هو فقط من مجموعات شبابية تنادت الأصوات في إمكانية المشاركة، بس لضخامة العدد اللي هو كان المفروض يكون معنا بس اليوم للظروف خلينا بس العدد محصور على 25 شاب وشابة. الورشة كانت مركزة على العديد من المواضيع وأهمها حماية الناس من التمييز من ناحية الانتماءات السياسية والمناطق الجغرافية وغيرها، واللي حاول من خلالها الخروج ببعض التوصيات عن المواثيق لحقوق الإنسان اللي وقعت عليها ليبيا والتنمية المستدامة بتعزيز ثقافة سيادة القانون في البلاد. ورشة يعني لحد الآن في حد رائع جدا من الاستفادة، بالأخص أن موضوع مهم جدا ومش ملاقي رواج كبير في ليبيا هو موضوع حقوق الإنسان وشن هي الحقوق اللي لنا وشن هي الواجبات اللي علينا. فإلى حد الآن استفدت جدا من ورشة العمل، خاصة بأنها تجمع عدد كبير من الشباب من كافة مناطق طرابلس وحتى من خارج طرابلس.
التغير السياسي اللي تشهد ليبيا هي فرصة غير مسبوقة من أجل إعادة هيكلة الحل القانونية والاجتماعية، وهذا ما حثت عليها الورشة من خلال حلقات النقاش اللي كانت عليها قائمة. كانت الحقوق يعني وجهات النظر حول أهم الحقوق أو أبرزها اللي المفروض يتمتع بها الإنسان خصوصا في ليبيا مختلف، يعني مختلفة الآراء. في بعض من المشاركين قال أن أهم حقوق الإنسان اللي هي يجب اللي هي تركز على حماية الناس من التمييز، يعني بحيث أنه ما يكونش في تمييز مبني على الانتماءات السياسية، ما يكونش تمييز مبني على المناطق الجغرافية أو الانتماءات الجغرافية، أيضا تمييز على الجنسية أو تمييز على المكان الاقتصادية والاجتماعية. الشكل الإيجابي اللي لفتنا لهذه الورشة يخلينا نتأملوا بمبادرات أخرى ترد لكل إنسان حقه، الحقوق المفروض يتحصل عليها كل مواطن غايبة. من خلال هذه الورشة تم التعريف بها ومناقشتها لتعزيز مبدأ حقوق الإنسان. أماني توفيق، قناة سلام، طرابلس. زي ما حكينا في الخبر اللي فات يا سارة، أنا بدأت الأمور والتثقيف فيما يهم حقوق الإنسان، وأن الإنسان يعرف الحقوق اللي هي يعني حقوقه هو يعيها بشكل جيد، هذا مهم في المجتمعات بشكل عام. جميل، وشفنا كذا ورشة اليوم وكذا اجتماعات، وجميل جدا الأمر. وأنا دائما نفرح لما نلقى شباب محمد، لأن الشباب هادو يعني شباب المستقبل، وهادو إن شاء الله اللي بيقووا بلادنا يعني. فحلو إن هو يديروا في مشاريع ويديروا في مخططات ويقعمزوا ويديروا في ندوات، هذا شيء كده يبشر بالخير. من الشباب يا سارة، لو تتكلمي تتكلمي كأن عمرك 60 سنة. لا، مو نحن مرات قاعدين واخدين جانب، هم واخدين جانب ثاني، إن هو ممكن ينمي البلاد في يوم من الأيام. فأتمنى لهم أكيد التوفيق. أكيد دورنا أن نكونوا مراية ليهم، يعني نبينوا عملهم ونحاولوا نشجعوهم قدر الإمكان. وصلنا مشاهدينا لفقرة الرياضة. فؤاد يتقدم. حتى اليوم بتعلقوا هاي؟ الدولي نبدأ. لا مش انتم، خلاص انا مدام انتم بديتوا خلاص. ذكر مصدر لشبكة سلام ان النجم نادي يقول لا يصبح فيك واقف مذكري هوني الروزوتو. لا لا الروزوتو روزوتو ولا يا كرام روزوتو ولا ريزوتو ريزوتو ما شني يصبح فيك واقف ومنسج ومكي وتسأل تسمع به خيرا من الا ترى. باين مش محتاج واقف ومركز، انا ما طلعتش بحاجه بكره. مركز اوكي، تصلنا هيك شدتني شويه، عرفت البخار هذاك اللي ما عندكش حق والله. المفروض تعلمت يعني، انت كل يوم تقول لي مكرونه مكرونه مكرونه، يا اسف من مكرونه هذا. مكرونه بدي موضوع بروح نوع مره مره بكوك هكي، ما موضوع بعيد يومي. بعيد بعيد بعيد، يعطيك الصحه. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في اولى الاخبار. ذكر مصدر لشبكه سلام ان نجم نادي النصر معتز المهدي سيغيب عن معسكر فرسان المتوسط المقرر انطلاقته في المغرب بسبب تعرضه للإصابة. وكان المهدي اللي قاد فريق النصر لتخطي عقبة عاصفة مكاف من أفريقيا الوسطى في أول أدوار بطولة دوري أبطال إفريقيا، قد تعرض لإصابة في معسكر النصر الذي يجرى هذه الأيام بالقاهرة تحضيرا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في دور 32 من عمر البطولة. في ثاني الأخبار مشاهدينا، ولازلنا في أخبار الأندية، حيث يتأهب نادي الأهلي بنغازي للسفر إلى مصر تحضيرا لمواجهة نادي الإسماعيلي المصري ضمن منافسات البطولة العربية. ويواصل نادي الأهلي بنغازي تدريباته اليومية بمقر النادي بحي الزيتون بمساندة جماهيره تحضيرا لمواجهة ممثل مصر في البطولة العربية في المباراة التي ستجرى في 6 سبتمبر الجاري بملعب الإسماعيلية. كل التوفيق أكيد لممثل ليبيا في البطولة العربية فريق الأهلي بنغازي، وكذلك كل التوفيق لفريقي الاتحاد والنصر ممثلي ليبيا في بطولتي أفريقيا. في ثالث الأخبار مشاهدينا الكرام، وبالتحديد في أخبار المدربين، حيث باشر أمس السبت المدرب الوطني عبد الحفيظ ربيش تدريباته مع فريقه الجديد زاخو العراقي. ربيش الذي وقع على عقد مع الفريق العراقي يمتد لموسم واحد خاض أمس أولى حصصه التدريبية مع الفريق الصاعد حديثا لدوري الأضواء العراقي. يذكر أن هذه التجربة هي الثانية لعبد الحفيظ ربيش بعيدا عن الملاعب الليبية بعد تجربته الأولى بالجزائر
مع فريق اتحاد الشاوية. في آخر الأخبار مشاهدينا الكرام، عقدت أندية الحراك الرياضي اجتماعا بنادي أبو سليم بحضور 11 ناديا من أجل مناقشة العديد من المسائل واللي تتعلق بالكرة الليبية، ونوقش خلال الاجتماع إمكانية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال الفترة الجاية، كما تم التطرق حول اللجان العاملة بالاتحاد الليبي لكرة القدم. يذكر أن أندية الحراك كانت قد تكونت نهاية السنة الماضية وقامت بتغيير المكتب التنفيذي برئاسة الرئيس السابق جمال الجعفري. هذا ما عندنا في أخبار. كملنا. كملنا. نمشي نشوفوا الميسي. الريزوك هذه. ريزوتو. كرام شو نصاير في ريزوتو؟ تعالوا انا قاعده كيف نصب في الطاب وخلنا شوي. هو الطاب الغداء ولا مزاج؟ هو شوف في حاجه مالكش على راجل، ما قال لك جرب ديما بكري ساره نصحت يمشي تبيع. يلا نشوفوا. قالت لك جرب في حاجه انا ما قلتهاش اللي هو جاي لهوني، جاي لهوني لبزنا الصونيه. سبحان الله سبحان الله. دوشه دوشه لهوني. هذا الرز يرقص سعيد بني حندوقه يعني. زعما انت هوني قلت المكرونه مالكش علاقه بالرز. اه بنجربوا احنا. جراتسي سينيوري. جراتسي في حاجه ثانيه بكري ما قلتهاش. الريزوتو من الحاجات اللي مفروض من الرز اللي يكون ناقص طياب شويه. انا نحكي على الطريقه التقليديه يعني ما يخلوش فيه طيب هلبه. ريزوتي ضروري يكون ني يعني مش ني زي ما انت بتهيالك. حلوه. اضحك يا فؤاد يعني فؤاد مكشر. انت اللي مكشر. انت اللي مش الرز وطيب المكرونه. ما تخليش تصور فيديو. جميلة باهية ولا؟ تبقى طيب خليك من الصورة وخلينا في الرز مع ريزوتو. لا لا كويسة الصورة تصدقي ولا التليفون ليه؟ بس تليفونك على فكرة أنت تجيب دعاية اليوم على التليفون وعلى الطاوة وعلى الدنيا كلها والتليفون قريب طاح. غير لا بدون جبنة شنو يعني؟ هذه هي التحلاية كلها أنت مش فاهم تو. هذا هو الجو كله تو. الله خلاص أنت هوني خذ هذه و طنجرة خلاص مروح طنجرة ولا طاوة؟ لا هذا خليه. هو مش عارفها لا طنجره عارفها طاوه. ما لقيتش عليها. انت تعرف تاخذ الطاوه تاخذ الكشيكه هو وتاكل وبره الاستوديو يعني حتى من الطنجره طول. على فكره الاكل من الطنجره ابل من الاكل في الصينيه. اه هذه كيف استندت عليها هذه ساره معلش. هو والله نفس الماكله هذوك الجماعه اللي يحبوا الحراق. والله ابل والله انا عن نفسي هيك هيك معك في الحاجات القدر والحاجات هذه ابل يعني قاعد يقولوا هذا نسمي احنا على الهواء. ما فيش يسمي يا محمد ديك ساعه عشان سخون ما هو سخون شني تتا تتا في ليم هو الموضوع. لا محمد مستحيل مع الطاوله كريمه يعني كريمه كريمه حتى لو الكريمه مستحيل حتعطي طعمه يقرج شويه هو طبيعي لانه كريمه وفيه شويه جبنه وفيه كريم ضروري يقرج. والله انت استعجلت لي بيه يا ودي عجبك ولا لا انت تو خلوا اكرام تتكلم على الشكل النهائي. تفضلي اكرام. ما فيش مان هنا نتكلم على الشكل النهائي غير نحن شفنا كيف التحضير خلال الحلقة أكيد بمشاركة الشيفوني الشيفوني وإن شاء الله نحاول نحن الحلقة الجاية. واضح إن هو مش كويس بكل الرز مش حلو نهائيا بأمارتنا محمد قاعد يأكل ما مطلقش كشيك بكل ورانا حلقة زمان غادي ولا جنب الطنجرة عادي بياخذ الطنجرة وبيهرب بيها تو منين ما تبي تختم عادي مش ضروري تختم هوني بكرة الشباب الشباب ايوه كمل انتم الشباب ونحن الشابات. السلام عليكم ومشاهدينا وصلنا نهاية الحلقة شوف الكورة ومشاهدينا ان شاء الله تكون انسجمتوا اكيد معنا الحلقة. نحاولوا ديما نكونوا بعفويتنا كأننا عايشين معكم وانتم عايشين معنا مشاهدينا. جيمي اوكي وصلنا نهاية الحلقة كونوا بسلام. الى اللقاء تصبحوا على خير جيبي كشيكي.